الدولي ده كمان 8 سنة ولا 7 سنة قعدت فيه، ما كان فيه أي حاجة، ولا فيه إضاءة ولا فيه معمول بالسلك الشايك. ابتدينا نعمل اللمبات الكبار الهسعة دي، وما كان فيه، كان الطيارات تيجي تتمول من باوزر، طيارات بالعربات بتاعت البترول تاخد زمن. دخلنا العملية التحت دي، كان شركتين بس بتاع البترول، شركة موبيل أويل وشركة شيل، كانوا يعني ناس بيسخوا طوروا معانا المطار، كل ما تطلب حاجة يعملوها. جبنا الكهرباء في الطارمك، ودخلت عملنا أنا وواحد كمان أخو اسمه حسن محمد حسن، عملنا السور ده بدل السلك الشايك. المطار ده كان بيحرسوه بالسواري، السواري كان القسم الشرقي كان هنا قريب، يجوا بالسواري بالليل يلبسوا بالحصين يلفوا المطار ده كله محروس بالسواري. بأي حال جينا شوية، الطائرات كانت كثيرة شديد، 17 18 طيارة في الليلة الواحدة ما شاء الله. ده كان الشغل بتاعنا، وعددنا قليل، الناس اللي كانوا قليلين جدا. وكمان قعدت في مطار خرطوم شوية، بعد كده تاني ودوني انجلترا، وانت ودوني المهم التدريب تاني برا. مشيت كمان تاني، جيت راجع مسكوني معهد الطيران المدني، المعهد القومي للطيران المدني باسم، ما كان فيه أي حاجة. عملت قعدت فيه 3 سنة، كمان ده طورته، جبت هيئة الطيران المدني هناك، قلت ليه أنتوا عاملين في القاهرة؟ ها؟ أسألي كاو مش كده؟ أيوه International Civil Aviation Organization. لازم الخرطوم والقاهرة وبيروت، لازم الخرطوم كمان تعمل. قالوا أوكي، جابوا معه كمان قروش. جابوا لي واحد اسمه شانيل، شانيل ده بقى دخلنا في المدرسة، عملنا مدرسة جد بتاع طيران مدني، هسه اتطورت بقت حاجة تانية كويس. دي كمان قعدت فيهم 3 سنة، من ديك أخذوني تاني ودوني رئاسة الطيران المدني، بقيت أنا المسؤول من كله، مدير إداري مالي ولا إيه، كله ماله بهنا كله مسؤول في العملية دي، نمرتين ولا نمرتين بتاع الطيران المدني. كان في الاخ الله يرحمه يغفر له الشيخ حسن بشير، الله يرحمه، كان الاستاذ بتاعي، نعم، رجل خدم الطيران، اي والله اقل حاجه، رجل كان القائد حقنا، علمنا كيف نحن نشتغل تيم، ما في واحد، ما في جمرك براه، ما في طيران مدني براه، ما في بتاع البناية براه، كله تيم، تيم واحد، كلمه واحده. كويس الخرطوم ده، نحن اخوان كلنا شغالين، الناقص الشايب حاجه غلط في حته يجي يكلم اخوه، طوالي ده يمشي طوالي يصلح، ما في كلام كثير ولا اجتماعات كثيره ولا كذا، شغل عملي، تمشي بكرايينك تسوق معاك رؤساء الورديات، تقول دي صلحها بكره، دي الليله دي مالك دي مش عارف كده. الشغل كان ماشي زي كان نوع. هسه انا برايي انه التدريب ناقص، الاولاد ممتازين فيها، اولاد ممتازين جدا دلوقتي، لكن ما عندهم تدريب كفايه. نحن دربونا غير التدريب اللي في امريكا وفي انجلترا في المانيا في فرنسا، كله هناك بيمشي المؤتمرات، ودوني المؤتمرات الكثيره جدا، وحل مشاكل الطيران بتاع العالم. مشكله مع ما انساها دي بتاعت الانجليز لما طلعوا من عدن، طلعوا من اليمن، يعني بقت مشكله، خلوا المراقبه بتاعتهم فاتحه، مشينا خلينا الحبش اقرب حاجه لي، خلينا الحبش هم اللي يحبسوا لهم اجواء لغايه ما هم يتاهلوا، عملنا لهم الشغلانه دي واحده من الحاجات. حاجات ثانيه كثيره جدا في اوروبا وفي غرب افريقيا وفي ايه، عملنا دخلت انا في الفتره بتاعتي مطار الخرطوم، عملته مطار الخرطوم واحد من الممبرز، ممبرشيب الاصليه، البروموشن بروموترز، انه هم دي واحده من المطارات العالميه اللي انا دخلتها وسجلتها، ان شاء الله تكون ماشيه وسيم عليها هسه. دي كانت طائرات كانت عالميه وحاجات